السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم جميعا، وأسعد الله صباحكم ومساكم بالخير. تحدثت مرة عن أن تجنب السكر يحسن الصحة، وتواصل معي كثير من الناس وأيضا من مراجع العيادة وقالوا فعلا وجدنا تحسن كبير، فالحمد لله على هذا. اليوم فيه مادة مشكلتها أكبر من السكر، والأعراض اللي يواجهونها ناس كثير بسبب هذه المادة الغذائية. اللي يقول عندي قولون عصبي وما هو قولون عصبي، اللي يقول عندي انتفاخات وعدم راحة وغازات وحساسية، حتى مزاجي يتغير ولا أدري السبب. أنا أقول لكم السبب المحتمل هو منتجات القمح. منتجات القمح صعبة الهضم، بخلاف ما نتوقع أن نقول إن خفائف البيتزا والمعجنات إحنا نسميها عشاء خفيف، لكن الواقع أن هضمها صعب وتسبب تلبك وتسبب تخمر وتسبب غازات. وأيضا مادة الجلوتين موجودة في القمح تسبب عدم تحمل الجلوتين، وبعض الناس يمكن تسبب لهم حساسية مثل الناس اللي عندهم سيلياك أو الأطفال التوحد. فإذا أردت الصحة والتخلص من هذه الأعراض، جرب أن تقلل من منتجات القمح، تكتفي بربع خبزة أو واحد صامولي أو شريحة بر أو نخالة في الصباح. بقية اليوم لا تتناول شيء، لا تتناول بيتزا أو معجنات أو خبز، لأن يا جماعة الخير نتناول الخبز بكميات كبيرة جدا، وكثير من الناس يشكون من أعراض وما يدرون أن علاجها تقليل منتجات القمح، بالذات الناس اللي تجاوزوا 40 سنة سواء الرجال أو النساء. نصيحة محب ونصيحة من العيادة، تجنبوا منتجات القمح أو قللوها 3 أسابيع أو 4 أسابيع، وستجدون فرق كبير جدا جدا في الصحة. وخلونا نكتفي بالإفطار من منتجات القمح، وغيرها يجب تقليلها تماما. سلامتكم والصحة للجميع.